دستور أو مسودة دستور، درنا لجنة دستور. الانتخابات يا أخواتي يا بناتي يا أمهاتي، الانتخابات لابد تقوم على 3 مراحل. راهو ما تسمعوش الكلام ولا كذا ولا الضغط ولا عالم وهذا بيبي انتخابات، وهذا أسباب فشل، هذا أسباب فشل الانتخابات اليوم، لأن فيه المراحل ما خدناش. المرحلة الأولى أقول لكم لابد من إيجاد قاعدة دستورية أو دستور يقدروا يتفاهموا به اللي بيه نحن. هذا مهوش راهي أكلة، ولا مهوش فن، ولا مهوش رغبة. هذا كان بخش في العملية الانتخابية، لابد نتفقوا على شنو الدستور. الدستور يقول والله اللي من عمره كذا لكذا ما يخشش، ما عاش يخش في قوانين الدير. داروا في غياب هذه المرحلة، قعد كل واحد 15 نفر يقعدوا في مربع ويطلعونا في قوانين، وفي قوانين خاصة بالأخت فلانة باش ما هذا ماهوش دستور، ولا هي قاعدة دستورية، ولا هي انتخابات. أصبحنا نستهدف بعضنا، هم يريد تدمير البلاد.